الله يعزك والله بجد والله تحريم او لو تعرف حد يعني يقوم مش حاول يقوم مقام بس يعني في شيء لجنه الحريات دي يحيى بتصور فيديو؟ اه استاذ ممدوح كان النهارده في مؤتمر فممكن نرجع عنه بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده كان في اجتماع مهم جدا الهيئه الشرعيه الحقوق والاصلاح ودعت اليه بعض رموز الاتجاهات الاسلاميه مثل جماعه الاخوان وجماعه انصار السنه ودعوه السلفيه الاسكندريه والجماعه الاسلاميه وايضا الجهاد ورموز مختلفه يعني من الاسلاميين كانت اتجاهات اسلاميه لبحث تقرير كيفية التصدي لمطالب الشعب والحفاظ على هوية الشعب الإسلامية أمام الصوت العالي للعلمانيين والليبراليين، خاصة مع ما نشر مؤخرا حول وثيقة المبادئ العليا لفقه الدستور التي أثارت مخاوف عديدة من جعلها وثيقة تطيح بمرجعية الشريعة الإسلامية كهوية للشعب المصري. الاجتماع تناقش فيه الحاضرين كلهم في روح من الشورى وروح من الود من مختلف الرموز. كان بيرقصوا الدكتور الشيخ علي السلوس والشيخ محمد عبد المقصود وكثيرين من الحاضرين ومن اسكندريه ومن القاهره مختلف الرموز الاسلاميه. وكان هناك راي طرح ان يتم مظاهره مليونيه يوم الجمعه القادمه ديت لرفع صوت الاسلاميين بمطالب الشعب والتحذير من وثيقه المبادئ العليا في الدستور انها تطيح بمرجعيه الشريعه الاسلاميه هويه هذا الشعب المصري. وتم دراسه كل الاسباب وكل ما يحيط بالمظاهره من ضمانات ومن اسباب تيسير ومن اليات عمل ومن قبول ومن رفض. كانت المسألة اللافت ان كانت المسألة لتسيير المظاهرة يوم الجمعة القادمة ديت، لكن اللي هي يوم جمعة 22 يوليو دي، لكن جه الشيخ صفوت حجازي وجاب معاه مستشار رئيس الوزراء وعرض رأيه وكل منهم عرض رأيه الشيخ صفوت حجازي عرض رأيه، ثم بعد ذلك جه رأي الإخوان ان هم عبر اتصال تليفون بين الأخ محمد يسري وخيرة الشاطر كان مدعو لهذا الاجتماع ولكنه لم يحضر، اتصل بيه عده مرات لم يحضر، لكن في الاخر اتصل بيه وقال له ان احنا قررنا قبل كده، احنا قلنا ان احنا يوم الجمعه بعد القادمه نخرج في المظاهره مليونيه ويعني اتاخرت لاسباب فنيه واسباب معينه يعني. فتم طرح الامر مره ثانيه على الحاضرين وتناقشوا في يعني كان هناك راي ان ينبغي توحد المسلمين ايا كان الهدف السياسي من تأخير الجمعة إلى بعد القادمة أو الأهداف الحزبية، لكن كان هناك رأي جامع اتفق عليه الحاضرين أن توحد المسلمين واتحادهم في مظاهرة واحدة أهم من أي اختلافات في الرؤى وأي اتجاهات وأي مكاسب، فاتفقوا على ذلك وقرروا أن يكون هناك مليونية يوم الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى. أعتقد أكون 30 يوم عليه 23 يبقى الجمعة عليها 30/7 قبل رمضان تكون واضحة في ظهور الإسلاميين لأول مرة بقوة واضحة في مطالب واضحة تضمع كل مطالب الثورة، حتمية التأكيد على احترام إرادة الشعب وانتخابات برلمانية في موعدها ودستور تضعيات أساسية كما جاء في استفتاء 19 مارس والمحاكمات العاجلة للقتلة أو المتهمين بالقتل بالتعبير الدقيق يعني والمحاكمة العلنية لحسني مبارك شخصيا وحتمية تعجيل محاكمة عموم الشعب وعلنية محاكمته وطبعا وثيقة المبادئ العليا في الدستور ديت البعض طلب انها تكون استرشادية والبعض طلب بإلغائها تماما لأنها لم تأتي وليدة أراضي شعبية، دي وليدة أفكار للبعض أراد أن يعلو بصوت فوق صوت الشعب، فبالتالي هناك رأي برفض هذه الوثيقة والاتفاق بالدستور الذي سوف يضعه الشعب عبر برلمانه المنتخب، واتفق الجميع على ذلك وسوف يصدر بيان بذلك اليوم إن شاء الله. شكرا أستاذ مبارك. شكرا.